بنكمل مع بعض الأسئلة. جاي سؤال 41، فتحينا كده ويندوز اكسبلور ماشي، وبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك in the current A drive، في الدرايف اللي هو ايه الفلوبي، change the name of the folder، غير اسم الفولدر، entitled اللي اسمه، time sheets اللي هو ده يا جماعة، تو ميتينجز، هو نفس تقريبا نفس اجابه السؤال السؤالين اللي فاتوا. فاحنا يا جماعه هنيجي على الفولدر ده ونيجي عليه كليك يمين ونقول له رينيم ونكتب كلمه ميتينجز ونتك ايه انتر. السؤال اللي بعد كده رقم 42، فاتح هنا برضو كده ويندوز اكسبلور وبيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لك امبتي ذا كونتنتس، يعني فضي محتويات اوف ذا ريسايكل بن، فضي محتويات سايكل بن. طبعا السؤال جاب سهله جدا. بنيجي على سايكل بن كده، تعمل كليك يمين وتقول له ام بي تي سايكل بن. يعني مثلا احنا ده يا جماعه كده، وليكن هناخد مثلا حاجه كده ونقول سايكل بن اهي، عايزين نفضي محتوى سايكل بن، بنيجي على كليك يمين وبنختار الامر ام بي تي سايكل بن. عايز تفضيها؟ قيس. اوكي، نروح بقى السؤال اللي بعد كده. كده خلاص عملنا ام ساكت بن. السؤال اللي بعد كده، السؤال رقم 43، فاتح لك كده ويندوز اكسبلور وبيقول لي ايه بقى؟ بيقول لك وزود دي سيلكتنج بدون عدم تحديد ذا فايل كلابينج، يعني هو ايه محدد لنا كده فايل او عامل سيلكشن على فايل اسمه كلابينج دوت ويف، عايز يختار تاني او يحدد ملف تاني بدون منافقة تحديد ايه دوت. ماشي يا جماعة، تعال كده ناخدها كمثال كده بره، وليكن مثلا ادي كده ماي كمبيوتر، وليكن ادي كومبريشن ده متحدد، عايز احدد جوست بدون مفقد تحديد كومبريشن، بتك على المفتاح كنترول من الكيبورد وما سيبوش، تك على جوست كده لاحظت ايه بقى؟ ان تحدد جوست الفولدر اسمه جوست وتحدد اسمه ايه كومبريشن. لو عايز حد واحد تالت برضه دوس كنترول وضغط، واحد رابع، واحد خامس، وهكذا زي ما انت ايه زي ما انت عايز. اللي بعد كده اللي هو رقم 44، جايب لنا كده شاشة ويندوز برضه اكسبلور واكتف الايه الفلوبي، وبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك موف ذا بوليسي دوت دوك انقل الملف اللي اسمه بوليسي اللي هو ده التاني ده from the 3.5 floppy A drive to the zip 100 A drive، عايز ينقله من الفلوبي ده للزايب ميد دوت. طالما يا جماعه قال لك موف ينقل، فعلى طول كات وبست، تفتح الاولاني بتيجي على بوليسي كليك يمين تقول له كات، تنشط ده او تعمل كليك على ده، وفي حته فاضيه كليك يمين وتقول له ايه؟ بتقول له بست. وليكن مثلا نعملها كده، وليكن مثلا هنا عندنا عادي يا جماعة فايل مثلا اسمه نتيجة دوت، عايزين ننقله على الاتش مثلا، يعني بتبقى جاي على الفايل كده ده كليك يمين تقول له كات، تيجي على الاتش ده تختاره وفي حتة فاضية كليك يمين وتقول له بيست. بص اهو جالك اهو، اتنقل من هناك جه هنا، مش نسخ لا، اتنقل كله من هناك جه هنا. لو انت رحت على دي مش هتلاقي الفايل اللي اسمه نتيجه، اذا تحت كده مش هتلاقي حاجه اسمها ايه نتيجه، لانها اتشات كات راحت ايه هناك. طيب ليه عملنا كات وبيست؟ لانه هو قال لك موف، غير خالص لو قال لك كلمه ايه دوبليكيت. لو قال لك دوبليكيت يبقى بتستخدم الامر كوبي وبيست. السؤال اللي بعد كده رقم 45، نفس الكلام يا جماعه، بيقول لك موف ذا ميمو دوت توك، انقل الفايل اللي هو اسمه ميمو اللي هو اول واحد ده اللي هو موجود على 3 اند هاف فلوبي ديسك درايف تو تيم فولدر، على الفولدر ده نفس الكلام، بتيجي على هنا كليك يمين تقول له كات، بتيجي على التيمب ده، هو كان قال لك السؤال اللي فات الزايب، اوكي نقل فوق شويه، تيجي على التيمب في حته فاضيه كليك يمين تقول له ايه؟ تقول له بيست. السؤال بعد كده رقم 46، مديك برضو ويندوز اكسبلور ماشي، ويا جماعه السؤال بيتكرر المره الثالثه، بقول لك ان الملف اللي اسمه سبلايز وتوك من الاي درايف وانقله وديه على ماي دوكيومنتس، نفس الكلام بتيجي على الملف ده كليك يمين كات، وتيجي على ماي دوكيومنتس في حته فاضيه كليك يمين بيست.
47 بيقول لك delete the file policy.doc. ديليت ذا فايل، احذف الملف اللي اسمه بوسي. يا جماعه الملف اسمه بوسي اللي هو التاد ده، بتيجي على كليك يمين ديليت او بتحدده وبتيجي العلامه دي، شايفينها العلامه دي يا جماعه، دي اسمها ديليت بورت. بعد كده اللي هو 48 جايب لك الديسكتوب وبيقول لك يوزنج ذا ويندوز سيرش، باستخدام قائمة سيرش بتاع الويندوز أو آلة البحث بتاع الويندوز، فايند أ فايل، ابحث عن ملف نيمد اسمه بوكينجز، اسمه بوكينجز أون سي درايف، ويقول لك بريس سيرش ناو تو سبميت يور أنسر. يبقى هو دلوقتي يا جماعة طالب مننا إيه؟ نروح لقائمة سيرش ونقول له ابحث لنا عن ملف اللي اسمه ده على السي درايف. أهو تعال نطبقها كده، وليكن مثلا أدي ستارت تحت قائمة سيرش أهو. أول ما نيجي على سيرش يا جماعة نختار all files and folders أهي، يعني كل الملفات والمجلدات، نيجي على كليك نكبر شوية أهو، نكتب فوق هنا كده الاسم اللي هو إيه اديه لنا أهو بي أو أو كي أي إن جي إس بوكينجز. قال لك ابحث عن السي، بس تيجي في لوك إن هنا تختار السي درايف أهو ماشي، وتقول له إيه سيرش ابحث، هيبتدي ايه يبحث عن كل الملفات اللي اسمها ايه بوكينجز على السي. تمام يا جماعه. طيب بعد كده السؤال اللي بعده اللي هو ده كده خلص، السؤال اللي بعده 45 جايب لك فاتح السيرش نفسه وبيقول لك ايه بقى، وبيقول لك فايند اول فايلز، ابحث عن كل الملفات او هات كل الملفات اون ذا سي درايف اللي على السي برضو ذات وير كرييتد، اللي اتنشأت او اتعملت during the previous 2 months، خلال الشهرين الماضيين. في ال 2000 كانت سهله، تقول له هبحث باي ديت بالتاريخ وتقول له بريفس او لاست تو مانثز وسيرش على طول، لكن في الاكس بي مختلفه شويه. تعال نشوف كده، عايزين نبحث على الملفات اللي موجوده على السي، ما حددش بقى اسم ملف معين، قال لك كل الملفات موجوده على السي اللي اتنشأت خلال ايه الشهرين اللي فاتوا. يلا كده بنيجي على ستارت ونختار قائمة سيرش، نكبر نقول ابحث لنا عن كل all files and folders، ابحث لنا عن كل الملفات والفولدرات. مش طبعا مش هنحدد اسم بقى، مش هنحدد اسم، بس هو قال لك ابحث في السي، فنيجي هنا ونختار السي درايف ماشي. طيب قال لك ايه بقى، قال لك ابحث عن كل الملفات اللي اتعملت من شهرين، بيجي على اوبشن اسمه when was it modified اهو كده عليه خلاص، وبنيجي نقول له هنا في عندك وزن لاست ويك الاسبوع اللي فات، باست مانث الشهر اللي فات، وزن باست يير السنه اللي فاتت. لو هو قال لك واحد من دول تعلمه وتقول له سيرش يبقى خلصت. يعني اقول لك الاسبوع اللي فات او الشهر اللي فات او السنه اللي فاتت سهله، لكن هو بيقول لك ايه، بيقول لك انا عايز خلال الشهرين اللي فاتوا، فبتقول له كده سبيسيفاي ديتس، يعني حدد التاريخ، وتختار هنا كريت الديت تاريخ الانشاء، لانه هو قال لك انا عايز الملفات اللي اتنشأت من شهرين. هو النهارده اكتوبر 21/7/2008، فانت عايز من شهرين، تكتب الشهر كده 5 كده، يبقى من 21/5/2008 ل 21/7/2008 وتقول له سيرش، هيجيب لك كل الملفات اللي اتعملت على السي خلال يا جماعه خلال الشهر. تمام، هو عمال ايه يعمل سيرشنج وخلاص بحث دي كل الملفات اللي ايه اللي من شهرين. تمام يا جماعه. بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه بقى، كويشن 50، سؤال رقم 50 برضه، فتح لك قائمه سيرش كده وبيقول لك ايه بقى، فايند اول فايلز، ابحث عن كل الملفات اللي على السي درايف تمام ذات ار لارجر ذان 200 كيلو بايتس. بيقول لك ابحث عن كل الملفات اللي على السي درايف اللي اكبر من 200 كيلو بايت. يعني عايز يعمل حسب الحجم، تعال نشوف هيعملها ازاي. ستارت سيرش نكبر نقول له ابحث عن all files and folders، انا برضو ما حددتش اسم ولا اي حاجه، بس هو قال لك ابحث على السي فاد اللي هي في سي، قال لك على السايز بقى، يبقى مش هيختار بقى when was it modified، لا هيختار what size is it، يعني ما حجمها اهو ماشي. لو قال لك اقل من 100 كيلو تختار دي، لو قال لك ميديوم اقل من 1 ميجا تختار دي، لو قال لك لارج اكبر من 1 ميجا تختار دي.
طبعا هو قال لنا 200 كيلو، يعني اكبر من 200 كيلو. فبتقول له ايه، في هنا اختيارين، في حاجه اسمها ات ليست وات موست. امتى يختار دي وامتى يختار دي؟ ات ليست يا جماعه على الاقل، يبقى لما اقول له على الاقل 200 كيلو يبقى اقل حاجه عنده 200 كيلو ويجيب ايه الاكبر. لكن ما اقول له ات موست 200 كيلو يبقى اكبر حاجه عنده 200 كيلو ويجيب الاصغر. فانا فهي طبعا هو قال لي اكبر من 200 كيلو، فهيختار انه ات ليست، ونحط هنا بدل الصفر هنا نحط 200، وطبعا هي 200 بالكي بي يعني بالكيلو بايت، ونقول له سيرش. هيبحث لي على كل الملفات اللي هي اكبر ايه، اكبر من 200 كيلو بايت، اللي هي على السي. يا جماعه دي كلها الملفات اللي هو ايه، اللي احنا قلنا له الشرط بتاعها. خلاص هتلاحظ كده في الصف بتاعها هتلاقي ملف 456 352 225 614 طبعا كيلو بايت، ده كله اكبر من كام؟ اكبر من 200 كيلو بايت. السؤال اللي بعد كده رقم 50، محدد هو كده، محدد فايل مضغوط اللي هو اسمه فاميلي فوتوز، بيقول لك ايه بقى؟ اكستراكت يعني فك الضغط او فك ذا كونتنتس محتويات اوف ذا سيلكتد وين زاي فايل، فك محتويات الملف المضغوط دوت تو ديسكتوب على سطح المكتب. طبعا ده لازم يكون عندك برنامج، برنامج اللي هو بتاع فك الضغط. وليكن يا جماعه مثلا هنا ده كده هيضغطوا مثلا اهو، طبعا ده بضغط بلاك بول ران، عايز افك الضغط اللي معاه بتاع الملف ده. بعمل ايه؟ باجي كده على كليك يمين واقول له اكستراكت فايلز او اكستراكت وخلاص حسب البرنامج اللي عندي، واحدد مكانه فين بالظبط، هعمل له اكستراكت فين بالظبط. اهو انا هعمل له على ديسكتوب اهو، اختار كده وليكن ماسك ديسكتوب هنا كده واقول له اوكي، فهيعمل اكستراكت او هيفك ملفات ايه، هذا الملف المضغوط. السؤال رقم 52، السؤال يا جماعه رقم 52 غالبا ما بيجي لك سوفت وير انت فيروس، يعني برنامج مضاد للفيروسات بحيث تتعامل معاه، فبيجي لك دايما اي في جي، برنامج اللي هو اسمه اي في جي. تمام، بيجي لك الشكل ده كده ويقول لك تشيك فور فيروسز، اعمل فحص على الفيروسات اون ذا اي درايف، على الدرايف الاي اون ذيس بي سي، على هذا الجهاز، اند موف اني ذات ار فاوند، وانقل كل تلاقيه من فيروسات يعني تو ا سيف بليس، لمكان امن، وير ذي كان نوت دو اني هارم، حيث لا تسبب ايه اي ضرر، يعني بمعنى صح لو لقيت فيروسات اعزلها. خلاص فهو بيقول لك ايه على الاي درايف. فانت يا جماعه بتيجي على هذا الاختيار اللي اسمه ران ريموفابل ميديا ليست، بيجي تك عليه كليك بيجيب لك اهو، بيختار ده، بيجيب لك الشكل ده، يقول لك هتعمل ايه على الايه ولا على الدي ولا الايه، بتختار الايه كده وتعمل كليك. ماشي، بعد ما تيجي تعمل كليك بيعمل لك مرحله سكاننج. يعني ايه سكاننج؟ يعني عمليه فحص للفيروسات، بيشوف عندك فيروسات ولا لا. بعد ما يشوف عندك فيروسات بيديك رساله دي، بيقول لك فيروس ديتكتد، يعني في فعلا او هو واخد فعلا فيروسات عندك. فانت بتختار احد الاختيارين دول، موف تو فيروس فولت وموف اول تو فيروس فولت. موف تو فيروس فولت يا جماعه يعني بتنقل يعني فيروس واحد للقائمه المعزوله، موف اول تو فيروس فولت يعني بتنقل كل الفيروسات لهذه المنطقه، وطبعا بيختار ايه الاختيار الثاني اللي هو بتنقل كل الفيروسات كده يا جماعه. السؤال بعد كده 54 بيديك كده ديسكتوب وبيقول لك ايه بقى، لونش ذا اد برينتر ويزر، اوصل للمربع بتاع اطاف الطبعه ذات وود انيبل يو، اللي هيمكنك او هيخليك تو انستول نيو برينتر، هيخليك تطب طبعه جديده. اهو يا جماعه من قائمه ستارت بتروح لحاجه اسمها برينترز اند فاكسس، ماشي، بتفتحها وبتروح على الاوبشن اللي هو هتلاقي على الشمال كده اسمه ايه اد برينتر، او ما تعمل كده تيجي عليه دبل كليك، ماشي، خلاص كده ايه انت بتروح تسطب ايه طبعه جديده او بتعمل انستول لنيو ايه برينتر. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 55 جايب لك كده مربع كده اللي هو الحوار ده، او ما صح اسمه برينت مانجر، مدير الطباعه، وفي ملف بيطبع اهو اسمه نوتس دوت تكست، وبيجز عدد صفحاته واحد والسايز بتاعه،
ووادي التاريخ اتبعت امتى عشان يتطبع، ووادي طبعا اسم ايه الطبعه ايه بتطبعه. بيقول لك ديد ذا كارنت برينتنج جوب فروم ذا برينت كيو، يعني احذف او الغي وظيفه الطباعه لهذا الملف الموجود فين هنا. تيجي مع تعمل ايه؟ وليكن مثلا احنا مثلا هنا فاتحين كده، تخيل الحاجات ديت مثلا ملف وورد كده، تمام. هذا الملف قلنا للراجل، قلنا الطبعة، بس الأول قلنا برنت، ده كده أمر إيه الطباعة، خلاص قلت له برنت اطبعه، ماشي. هتلاحظ إن في طبعة تحت كده أهو، رمز طبعة بيجي تحت أهو، نفتحها جاب لك المربع الحوالي شويه او البرنت مانجر اللي كنا بنتكلم عنه شويه. عايزين نلغي عن الطبعه دي، تعمل ايه؟ بتيجي على الفايل ده كده كليك يمين وتقول له ايه؟ وتقول له كنسل. هيقول لك متاكد انك انت عايز تكنسله؟ اه يا عم كنسل. فبيبتدي يعمل ديليتنج الجوب، وبعد شويه ايه؟ هذا الفايل بيختفي من البرنت مانجر دوت. يا جماعه بقى هنعمل ايه تاني؟ ادي عندنا ملف بيطبع، جينا وادي الاستاتات بتاعتنا ديت، جينا على الفايل، جينا عليه كليك يمين وقلنا له ايه؟ وقلنا له كنسل، يعني الغي الطبعه. خلاص. السؤال اللي بعد كده بيقول لك 56، مديك كده يا جماعه، مديك كده حاجه اسمها تاسك مانجر او مدير المهام، وعندك اربع برامج هم هتلاحظ منهم ثلاثه الاسيتس بتاعهم او حياتهم راننج شغال، في واحد بس اللي هو اسمه دوكيمنت وان اهو زي ما انتم شايفين نوت ريسبوندنج. يعني ايه نوت ريسبوندنج؟ يعني غير مستجيب، يعني مهنج الجهاز. فعايز ايه بقى؟ بيقول لك شوت داون، اقفل ذا نون ريسبوندنج ابلكيشن، اقفل التطبيق الغير مستجيب. تعمل ايه يا جماعه؟ بتيجي على يا جماعه الفايل ده وتقول له اند تاسك، بس كده. يبقى بدل ما الفايل ده كده متحدد اللي هو الرننج ده، بتيجي على ملف تيجي عليه كده كليك وتنشطه وتقول له ايه اند تاسك، يعني انهي ايه انهي المهمه. يا جماعه خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده اللي هو رقم 57، مديك كده ديسك توب، مديك كده ديسك توب او سطح المكتب، وبيقول لك يوز ذا سيميوليتد ديسك توب، استخدم سطح المكتب المثل ده تو فايند اوت ويتش تايب اوف بروسيسور، اي نوع من البروسيسور از انستولد موجود او متسطب اون ذيس كمبيوتر على هذا الجهاز. عايزين يا جماعه نعرف ايه نوع البروسيسور، ومديك كده اربع اختيارات بنتيم، سيلرون، بنتيم 3، اي ام دي. طيب جيبها زي دي، طبعا سؤال قديم وجبنا زيه كتير. بص كده، بتيجي على ماي كمبيوتر وتعمل كليك يمين وتقول له بروبرتيز خصائص، بتروح للسطر اللي هو ده يا جماعه الكلمة اللي هي قبل سي بي يو ديت، هتلاقي كلمة ايه حاجة اسمها بنتيوم، يبقى يا جماعة نوع البروسيسور ده بنتيوم. طيب لقيت كلمة سيرون يبقى نوعه سيرون، خلاص. لقيت انتل يبقى نوعه انتل، لقيت اي ام دي يبقى نوعه ايه ام دي. هو ده يا جماعة نوع البروسيسور، يبقى الكلمة اللي قبل السي بي يو ماشي هي دي كده، او مش ديت هي دي نوع البروسيسور او البروسيسور ايه. طيب بعد كده السؤال رقم 58 برضو مديك كده ديسكتوب، ويقول لك ايه بقى؟ اوبن ذا وورد باد ابلكيشن. طبعا سؤال سهل جدا اهو، ستارت بروجرامز اكسسوارز ماشي، وبتفتح ايه الوورد باد كده يا جماعه، اهو فتح الايه الوورد باد اهوت. بعد كده السؤال رقم 59، مديك كده وينج صغيره بتاعت ماي كمبيوتر، وبقول لك ايه بقى؟ كليك ذا ايكون، اعمل كليك على ايقونه ذات ريبريزنتس اللي بتمثل ذا هارد ديسك سي درايف، اللي بتمثل البارتيشن اللي اسمه سي اون ذا بي سي على الجهاز. ما عليك يا جماعه اللي بتيجي على السي دي كده وتعمل كليك، لا اكثر ولا اقل، ماشي. طيب سؤال بعد كده رقم 60، جايب لك فاتح لك كده ماي دوكيومنتس، وبقول لك ايه بقى؟ بقول لك كرييت ا شورت كات، اعمل اختصار اون ذا ديسك توب على سطح المكتب، وخلي بالك قوي على سطح المكتب، ما قالش اعمل اختصار وسابك، لا حدد، قال لك اعمل اختصار على سطح المكتب فور ذا اكسبيرينس فايل، الملف اللي اسمه ايه؟ اكسبيرينس. اهو يا جماعه هو ده الملف اللي اسمه اكسبيرينس، عايزك تعمل له شورت كات بره سطح المكتب. بص كده وليكن مثلا
احنا فاتحين اهو، وعندي مثلا فاتح ال ايوه وليكن مثلا واحد اف كده توحة. عايز اعمل للفولدر ده شورت كات بره سطح المكتب، فباجي كده عليه كليك يمين، في واحد بقى استعجل ويقول لك ايه كرييت شورت كات. شورت كات طبعا غلط، ده هيعملها جنبه في نفس المكان، لكن هو قال لك على سطح المكتب، فانت بتختار الامر ده سندي تو وتقول له ديسك توب كرييت شورت كات. يطلع بره كده الفايل اسمه اي سي دي ال، نطلع بره كده اهو هتلاقي شورت كات تو اي سي دي ال. اتفقنا يا جماعه؟